هذا شي عمرو سيدي عبد الورن. ايوا شوف هذا المشكل ديال هذا الرجل. ها شوف هذا المشكل. عيب كاع شوف الله إلا حشومة شي كاع. للاسف ولينا كنشوفوا هاد الدايرين ديال هاد الناس كيتعاملوها كما الحيوان بواحد الطريقه بشعه جدا. كنتمنوا من السلطات هي تاخذ هادشي بعين الاعتبار وضرب يد بين حديد باش ما بقيتش نشوفوا بحال هاد السلوكات. حنا دابا انتقلنا من مدينه مراجينا لجماعه التصحيم. دابا هي كما عينتوا معنا اي الدابه هي كتواجد معنا في سياره الاسعاف. غادي ننطلقوا بها مدينه مراكش ان شاء الله. غادي يكون واحد الفحص هاد الليله ان شاء الله الصباح ان شاء الله. لكن شي جراحه ان شاء الله شي عمل ولا شي حاجه غادي نقوموا بها لهاد الدابه اللي لاحظتوا معنا. وغادي يكون ان شاء الله بعد التواصل بيننا وبينكم اللي غادي نخبركم بالحاله ديالتها كيف. انتقلنا للطوار اللي كيتواجد فيه المشكل. هانتوما هانتوما انا جا مقدم جا الشيخ بالتعليمات ديال القائد خدا لا فورماسيون ديال لاسوسياسيون شكون حنا والجينا وهذا وهذا. ودابا السلطه لا هي سالت معنا المسطره جا السيد باش نعاقبوه. حنا ما عارفين لا سميتو ولا كنيتو ولا شكون هو ولا ما عارفين عليه والو. اللي عارفين جينا سولنا على هذه البعيمه قالوا لنا هي متخلانه اكثر من سنه ما عندهاش مولاها هي كتضو في القبيله ولكن السيد اللي قبل عينيها بريك تواصل معهم ولكن حنا ما توصلناش لا بسميتو لا بكنيتو. يعني انا خليت كارت فيزيت للشيخ يعني تواصلوا معنا الناس تاع السلطات وسالوني على السميه ديالته والنسب ديالو. غادي نقوموا بواحد المسطره. علاش هاد السيد كتشوفو 60 سنه رجل مسن ولكن انت كتشوف دخلنا واحد الدوار اللي فيه اطفال فيه دراري صغار وداكشي. يعني كيفاش بنا ندرسو حنا القيم تاع التسامح والعيش مع الحيه وداكشي وكيشوف واحد الرجل واحد السن اللي هو كبير جدا كيقوم بحال الفعل الشنيع جدا.